أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس شهد فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، وكرم الفائزين في المسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم. وسيادة الرئيس قال أن العلماء والأزهر والأوقاف بيعملوا على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السامح ونهجه الوسطي المعتدل والتصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض المعايير المقترحه لانشاء مناطق حره خاصه جديده، واكد رئيس الوزراء انه في نقاشات كتير تمت في هذا الملف، خصوصا انه بيقدم قيمه مضافه للاقتصاد المصري. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد فعاليات الاحتفالية اللي نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، وكرم الفائزين في المسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم. وامبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلماء والأزهر والأوقاف بيعملوا على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السامح ونهجه الوسطي المعتدل مع التصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف. وأضاف الرئيس خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر إن ليلة القدر بكل ما تحمله من معاني دينية وروحانية تعد موعد سنوي متجدد لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله الذي اقترن اقتراناً وثيقاً بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يرجى الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح. وتابع الرئيس السيسي: لعل هذه المعاني هي أشد ما نحتاج اليوم في ظل ما نواجهه من صعوبات وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون في كل مجال إلى التغلب عليها، مقدمين في سبيل أمن وسلامة مصر ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها. كما لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وأكد رئيس الوزراء أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذلك كان من الضروري أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 كاسا تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي الخامس والسادس من شهر إبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة، وده بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. امبارح قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء زيارة استثنائية واحدة يومي الوقفة وأول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.